إديسيون لا رومونت تقدم الشعر الملحون مع الحاج السواوي. وهذه بخطر الأزرق بوراس وبخطر عواد بوراس وتحيا لفامي بوراس سونز وبلي المختار بوراس والناس بالعباس. الشراب الله ينعله الشراب يخلي الخيام ويبدل الأحباب ويبدل الوجوه. مرات بنادم يتونس بيه مرات يشربه باش يحتفل بيه ومرات مرات الشياع دايرين السلاح يقبحوا بيه. واحد الانسان واحد الانسان حبيبنا وينود الصباح يبدا يسكر حتى اللي يموت يولي مرابع حيط يديه وحيط يجبه ويدخل على الربعة تاع الصباح لداره. قالوا الناس اصحاب التدبير لمرته قالوا له يا مرا اصنعي روحك ماكي بدلي سخ فيه باش بالك يحنان قلبه ويقعد يدخل بكري. قلت لهم صحة واخطات ديك الراي وراحت عند لاكوافيز دارت لاتينتور ماكيت بدلت لي لونتي دارت اللازم باش تولي فوق. الجمال اللي طلب منها الناس قالوا لها كونك جميلة باش راجلك يحبك. راجلها جاكي العادة على الربعة تاع الصباح سكران حيط يديه وحيط يرد بيه طبطب عليها حلت عليه. مين حلت عليه الراجل انخلع قالها باردو مادام سامحيني راني غالط. قال ودي انا راني سكران نضار يشوف مرته دايما معصبة وديك الليلة شابها غير في الشميز دنوي. هذه هي حالة الشراب. إنسان مرات يقولوا سكيري ما يتلفش باب داره بصح ديك الليلة تلف باب داره. هذه في خاطرك يا عبد الخالق وفي خاطر الناس بالعباس وفي خاطر أحمد والهاشمي سونز وبلي الحسين ومحي الدين تاع ليبودروم. وهذه في خاطر شعبان الميكانيسيا في خاطر فاطمة الصغيرة. هذه بخطر حنان الصغيرة. شاهدتوا قاع الناس شاهدتوا باللي في المسلسل تاع المصريين المصريين بالنظام بالنظام يقول لها أنا بحبك. وفي لاسيس لي فرونسي يقول لها شيري جتام بالنظام. اسبانيول يقول لها ميا موري بالنظام. قاع الناس متنظمين حتى الطرق ويقولها حبايباتي بالنظام. وحنايا مع الاسف يا امين يشري جيري كانت 20 يطرو تاع بلاستيك ويعمرها من لاكاف ديفان وين يخبطها وعينيه يخرجوا يغدى يطبطب عند حبيبته. لا مهرس عليها الباب يهرس المواعين ولا مهرس المواعين راه يدير الطباج ويقول لها المهمة ربك انا نبغيه. هذا هو الامور عرب. هذه في خطر الحباب الزينين وفي خطر حبابنا وفي خطر الناس غليزان. ويا كمال احنا يا في غليزان رانا نخلصوا بالطورو ونزيدوا الياورت نعطوه للمريولة كادو. هذه بخطر الناس المراويل
كاين شي ناس، كاين شي ناس من يبغي يعرض حبابه يضرب تليفون للدار باش يطلب برمسيون من عم المدام. يا حصراف من الضيفة كان ضيف ربي، والإنسان يقول ضيف ربي ومقبول. اليوم خصا يضرب تليفون باش يطلب لوتوريزاسيون من عند المعلمة، ولا كان إنسان حيلي يقول لهم الدار ما راهمش هنايا، ولا كان إنسان كبروا عليه الحشمة يقول لهم اسمحوا لي زوج دقايق، يهدر مع مدام تعطيه التسريح. ولد النسبة ما يرضاش سال عليه، والأصلي عنده خصيله مازال حارس عرضه في الدنيا يخاف عليه، وإذا مات يموت عزيز ولد حلال. ولد التالف يبغي الشنا اللي ما هوش ليه، ويدرك في وجهه بشمس الغربال، وإذا واعدك راه يعود ندم فيه، يمد الكلمة ويبطل ويثمر ويبطل من ساعته بطال. خايف خايف من مدام في الدار تحكم فيه، وإذا جاب الضيف تزيدو تهوال، ترجع الضيف يروح وتقعد تنبه فيه. ذاك اليوم طرد كبير وفيه خبال في سكندال، تقول له من قالك هذا تستعرف بيه، وتعطيه طريحة وتبلع الباب. كي تبغي تعرض تعرض هي اللي تبغيه، وتوجد له ضيفة كاملة بكمال، وإذا تكلم هو بكلمة تطير عليه، تقول له قارع غدوة يبان عليك الحال، ويبات يخمم والنوم حارم عليه، ويصبح يجاهي بالجاه والتحلال، وتصيبه بالزنقة على الرجال يتيه، وحتى تقول هذا راجل غول من الغوال. مول الخير الناس تفرح بيه، وتظن فيه الناس حكاية من المثال، حتى في قبره ديما يعانوا بيه، ومن فات عليه يرحم عليه طول الحال. وين راهم رجال الخير، وين راهم رجال الخير اللي كان الإنسان يقصدهم ويقول ضيف ربي، والضيف ربي كان يقعد تلت أيام. اليوم راه يطلب برمسيون من مدام، ويشوف له عندها الوقت مدام باش تسرح له ضياف. وين راها الرجلة تاع زمان، وين راهم رجال زمان. مثلو الكلخة للسكين، واللي يجمع بيناتهم ما يعرف شي. بنا آدم كله خارج مطين، واللي يفرق في معادهم لا تحصي شي. كاين اللي خارج من الذهب في أصله زين، وكاين اللي خارج من الحديد تقيل خشين، تخالطه طول الظهر وما تربح شي. والرجال بالرجال كلهم مستويين، طبعوا بيناتهم برانيس وشواشي. هاد الشي يليق له ناس العيارين، ويصفى الصافي
وينقاس الديشي. هذه بخطر طول مون، بخطر الناس اللي يحبونا ويحيوا ولاد بلادنا. والزين للزين رحمة، والزين عند مواليه، والشين لا فاكرة مولاه علاش يبلع عليه. هذه بخطر الناس البليدة وبخطر عبد الرزاق. هذه بخطر لي رونديفو مونكي، والراجل عنده كلمة واحدة ما يخالفش على حبيبته، يشري لها التفاح والبنان اللي بغاها ترضى عليه. وما تاع الكاسكروب هذاك شتا دير بيه، بصح النسا ما بقاوش الساجيات، النسا بقاو غير الجايحات. اللي بكاسكروت راهي تقنع وتقول حبيبي وتفرح بيه، وين راهم نسا زمان اللي كانت قاع السرات الحق بين يديها وما ترضاش عليه. لا ضحكت له ساعة راه العام دار عليه. لو كان الطيور، لو كان الطيور لي رقبة يمقص لها شوية من السروال، واللي جايح بزاف يمقص له بزاف من السروال. في الطريق نعرفوا الراجل الرقبة مش جايح، لكني مع الأسف الطيور مين يخيط السراويل يخيطهم قاع كيف كيف. وحنا يا من نجموش نعرفوا الراجل الرقبة مش جايح، مع الأسف هذه الدنيا قاع الرجال دايرين سراويل كيف كيف، وحتى البنات ولو دايرين سراويل اليوم. والرجلة رجعت حاجة تالفة هالهيفة. هذه بخطر الناس الزينين وبخطر الحباب اللي يحبونا وعرب مستغاليم وعرب طرونتيان ويحيوا ناس بالعباس. هذه بخطرك يا الزعيم وعرب سبدو وعرب تلمسان سونسوبلي بالعيد.